لحتى نكسر حر الشوب لازم شيء يبرد القلب. وهي الليمونادة وهي التوت مع حبات التوت المدللة، هي الفريز. اليوم بدي أخبركم على أطيب بوزة طبيعية مشغولة بطرق يدوية من ليمونادة وتوت وفريز. اليوم نزلت لعند أبو عمر بالمينا على دوار الشراع ومشيت معه خطوة بخطوة بطريقة التحضير. للليمونادة بيعصر الليمون والبرتقال مع بعض وبيجهز التوت الشامي الفريش ليعمل منهم عصير قبل ما ياخدن على البسطة. والبسطة يلي مجهزة ببرادات ولكل طعم براد، ويلي لفتني أكتر شيء النظافة والترتيب واللقمة الطيبة والأسعار معقولة. بنصحكم تجوا تدوقوا. شو رح تعبينا اليوم؟ توت ليمونادة وتوت وفريز. يلا قول يا رب. وهلا بوزة عند أبو عمر اسمها إذا دقت على ليكم ملك بيت بوزة حاعملكم هلا. مثل هاي الكباية دي حقها؟ مثل هاي الكباية حقها 100,000. برتقال وليمون طبيعي. هذا ليمونادة، ليمون وحمض مع بعضهم. هلا التوت. التوت هذا شغل يومي، كل يوم بيومه. هذا توت شيمي، حبة توت الشيمي كل يوم بيوم. طبيعي هذا. هاي الكباية بتعدي 50. 50,000. توت شامي ولا أطيب ما شاء الله. وحبة توت علي. هذا أنا بتحدى حدا يطلع هيك بتوت شيمي مثل هالكباية هاي. فريز كمان كل يوم بيومه. حب شقف الفريز. منقطع الفريز. منزبط الفريز. ومنعصر الفريز. منحطه منعمله عصير. والعصير بيعمل بوزة. هذا هو الفريز. ها حبة الفريز. كيف يوصلوا لعندك؟ نحن بالمينا على دوار الشراع عند نازل طريق المرفأ. ايه. مين ما هون ليك بالضغط ما بيضيع ابدا. يعني بدك تدوق واذا دقت على الارض. على راسي. اذا دقت على الارض. والنعم منك. تستنى يا حبيبي. اوه كاس مدلله ومغنجه ومسقسعه. بسم الله ما شاء الله. شوفوا لي حبه التوت. توت الشامي الاصلي. اهلا وسهلا حبيبي. هاي الكباية اللي عم اشربها أنا أقل شيء 50، وفي 100 و150، واللي بتشوفه هون اللي عم يشتغلوا على إيده بضمير، وهي الناس اللي بنشرها من عندها، وهي الناس اللي بتاكلها من عندها، ودعمون. كان معكم مصطفى إكسبلور من المينا دوار الشراع.